بالعودة إلى أجواء عيد الفصح، ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران كيرلوس سليم بستروس قداس القيامة في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم. بستروس ألقى عظة بعنوان من الصليب إلى القيامة ومن الموت إلى الحياة، طلب فيها من المسيح المنتصر على الموت أن يرد إليه قلوب جميع اللبنانيين لا سيما المسؤولين ليحافظوا على رسالة لبنان بإنماء المحبة بين جميع المواطنين. من غير المقبول على الإطلاق أن يبقى ممثلو الأمة مختلفين على قانون الانتخابات، وينطلق من اختلافهم هذا ليمددوا لأنفسهم مخالفين بذلك أبسط قواعد الديمقراطية، كما نطالب بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة تعنى بهموم المواطنين وتعمل على تطوير مؤسسات الدولة بما يعود للخير على جميع أبناء هذا الوطن. الكاثوليكوس أرام الأول ترأس قداس العيد في كاتدرائية الأرمن في أنطلياس في حضور مسؤولين من الطائفة الأرمينية وسفير أرمينيا، وألقى الكاثوليكوس عظة حية في خلالها سياسة النأي بالنفس عن التقلبات السلبية في المنطقة على حد تعبيره، معتبرا أن أقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة أمور أساسية وملحة، وشدد في ختام عظته على أن الطائفة الأرمينية لم تكن يوما مع جهة ضد أخرى. قداديس عيد الفصح في بعض المناطق في هذا التقرير. أجراس القيامة قرعت فرحا في لبنان، والكنائس في المناطق المختلفة غصت بالمؤمنين. عيد الفصح عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي كان حافلا كما في كل عام. ففي مطرانية صيدا المارونية ترأس راعي الأبرشية المطران الياس نصار قداس العيد، وحذر الفرقاء السياسيين من اللعب بالنار وجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. أما راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إليب شار الحداد فترأس قداسا في كاتدرائية القديس نيكولاوس، وسأل هل من دولة في العالم لا يمكنها وضع قانون انتخابي عادل يرضي الجميع، حتى ذهب بعضهم إلى التطرف في قانون طائفي بحت نرفضه شكلا ومضمونا لأسباب عديدة أهمها التقوقع والخوف. المطران شكرالا نبيل الحاج ترأس القداس الذي أقيم في كنيسة سيدة البحار المارونية في صور، وألقى عظة ركزت على المعاني السامية لهذا العيد الذي يرمز إلى السلام والمحبة، آملا أن يبقى هذا الوطن واحد أمن وأمان. وفي طرابلس ترأس راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بجودة الذبيحة الإلهية في كنيسة مرمرون، وأشار إلى أننا نعيش في لبنان مرحلة حمل الصليب والصعوبات الخطرة. وفي كنيسة مرمرون في بيت الدين ترأس الخروسقف أمين شاهين قداس العيد، وألقى عظة شرح فيها معاني العيد داعيا إلى المحبة والسلام. وفي زحلة ترأس رئيس أساقفة زحلة والفرزل للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش قداس العيد في كاتدرائية سيدة النجاة، ودعا إلى التغلب على الصعوبات. وفي كنيسة مرمرون في زحلة احتفل النائب الأسقفي العام الأب جورج درويش بقداس العيد الذي جمع عددا كبيرا من المؤمنين. وفي بعلبك ترأس الأب الياس مارون غريوس قداس العيد في كنيسة سيدة المعونات، وتم تجسيد مشهدية القيامة أمام باحة الكنيسة وقلعة بعلبك. وفي كاتدرائية القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في جديدة مرجعيون ترأس المتروبوليت جورج حداد رئيس أساقفة بنياس قيصرية فيليبوس ومرجعيون للروم الملكيين الكاثوليك رتبة الهجمة وقداس عيد القيامة بمشاركة أهالي البلدة والقرى المجاورة. وفي كنيسة القديس جورجيوس في بلدة القليعة ترأس الأب جوزيف عيد قداس منتصف الليل في حضور حشد من المؤمنين، وتم توزيع بيض العيد والورود على أبناء الرعية.